السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. طبعا احنا كده فك المكوى، نبدا بقى نشوف كده خطوه خطوه الكابل مثلا، ويعني المشاكل اللي ممكن تبقى فيها. طبعا المكوى البخار بتحتاج فك حاجات بسيطة قوي، خطوات فيها كتيرة قوي شوية. طبعا احنا الفيشه بتطلع بتاعت الكابل كده بالطريقه دي. هنجرب بقى الكابل دلوقتي. كده الكابل شغال. العيب هنا كده في المكوى، الكابل كده سليم. المكوى طبعا لسه فيها اجزاء هتتفك فيها تاني. مسمارين جوه هما تحت الفيشه، مكان طبعا خبيث قوي. عيب بقى مكوة البخار ده ان الميه طبعا البخار اللي بيطلع منها بيسبب مشاكل جامده قوي في المسامير والحاجات بتاعتها بتصدي. المسمار طبعا طلع اهو، المسمار التاني لسه ماسك. كده اليد طلعت خلاص خالص. قدامنا بقى اهم جزء في المكوى طبعا، اللي هو جزء البخار بقى، والجزء ده برميل البخار، وده كده كهرباء الهيتر. هنشوف بقى الهيتر وظروفه ايه معانا. Thank you.
كده مبدئيا الهيتر ان شاء الله شغال كده، شغال معانا اهو، يبقى احتمال كبير يكون الاوتوماتيك. طبعا هو شكله كده الاوتوماتيك الصدى واكله، طبعا الاوتوماتيك هنا هو اللي بايظ. الاوتوماتيك طبعا ما فيش اي استجابه فيه ولا اي تشغيل ليه. هنحاول بقى طبعا ان شاء الله نفكه ونجيب واحد مكانه، بس هيبقى مواجهنا هنا في مشكله في التجميع بتاعه، لان ده كله جاي نظام لحامات، يعني الاوتوماتيك ملحوم نفسه في قلب التوصيلات بتاعه المكوه. احنا هنعمل تعديل طبعا في الكلام ده كله، نجيب بقى اوتوماتيك مشابه لدوت، اذا ما كانش ده موجود هنجيب بديل مثلا، ونبدا نعمل الشغل بتاعه، نجيبه بقى ان شاء الله ونكمل مع بعض الشغل بتاعه. دلوقتي يا اعزائي مشاهدي قناه ابو زاله، في عندنا هنا كانت مشكله في المكوه. طبعا الاوتوماتيك احنا عملنا صيانه ليه، عشان الاوتوماتيك هنا كان في مشكله، في خلل جوه هنا في الابلاتين بتاعه، وعملنا تظبيط ليه وشغلناه يعني الحمد لله. في بقى حاجه تانية حصلت، المسمار طبعا اللي هو قدام هنا اللي بيمسك اليد من قدام من هنا، وفي اتنين تاني من ورا، يعني الاتنين دول واحد هنا قدام، اللي قدام هنا اتقطع مع الوش، فاصبح ان احنا قدامنا حلين، يا يعني نخش بالبونطه في المسمار وده هيعمل مشكله، ممكن يخرم القاعده هنا، يا يعني اما نلحم جويف زي كده ونربطها بعد كده صابونه عليه. دي تمسك اليد دي من قدام طبعا وتعمل ايه الحل بتاعنا احنا اللي هو بتاع الشغل. تمام؟ هنبدا بقى نقفل طبعا المكوه كده تاني واحده واحده. طبعا الريش هنا بيدخل كده بالطريقه دي، ده طبعا اكره الابلاتين، اكره الابلاتين ديت بنحاول نظبطها في الدليل بتاعها. طبعا هي كده اتظبطت، نجرب بس كهربا الاول قبل ما نقفل. كده الاوتوماتيك اشتغل معانا كده او التكة اهي. نقفل بقى المسامير بتاعتنا، في مسمارين طبعا ورا هنا، مسمارين ورا اللي هم طبعا واضح ان المسامير كلها مصدية نتيجة البخار والمية والكلام ده، دول اتفكوا، اللي قدام هنا طبعا ده اللي ما ينفعش يتفك. نرجع بس الكاوتشه بتاعت ال
كده ربطنا المسمار الاولاني، نربط بقى المسمار الثاني. طبعا هو هنا اهو جوه اليد نفسها. كده المسمار الثاني اهو، فك لانكيه وركبناه لانكيه تاني، لان طبعا عشان نغير المسمار نفسه ممنوع مثلا من فك صليب او مفك عاده هيبقى صعب شويه. كده خلاص ربط، يبقى عندنا بقى اللي هو التعديل اللي هيتعمل قدام هنا اللي هو ايه؟ الجويد ده. الجويد طبعا احنا عملناه بدل المسمار اللي هو اللي اتكسر. طبعا اليد كده مسكت زي الحديد اهي. نبدا نوصل كهربتنا بقى. الكهرباء طبعا زي ما احنا شفنا بتخش بالطريقه ديت. كده وصلت. نجرب بقى الاوتوماتيك. ثانية بضربك عشان نتأكد إن شاء الله إن الشغل بتاعنا مظبوط يعني. كده الأوتوماتيك هو. نركب بقى البكرة بتاعته. كده الاوتوماتيك بتاعنا خلاص تمام. عندنا مسمارين طبعا بيبقوا في المنطقة دي. كله طبعا هنكير. طبعا المسمار الانكير احنا بنربط كده بالراحه واحده واحده عشان بس ايه ما يكسرش حاجه معانا. طبعا الضهر الخلفي دوت كيف كده برضك نفس الحكاية.
الفار طبعا كده ركب اهو. طبعا المكوة كده كلها اتقفلت، نجرب برده الكهرباء تاني. تمام، اللمبة طبعا نورت هنا اهي. اللمبة بتاعتنا هنا نورت اوتوماتيك طبعا اهو كده اول درجة فيه. ننتظر كده بقى انه يفصل ان شاء الله. فصل كده اول درجه، نضوء درجه ثانيه. كده ثاني درجه يعني اوتوماتيك ان شاء الله كده زي الفل، مفيش اي مشاكل. اتاكد برضك من التسخين بتاعنا اهو. واضح كده طبعا ان المكوة سخنت والاوتوماتيك فصل والدرجات بتاعتنا شغاله وكل حاجه تمام، مفيش اي مشاكل. عندنا اوتوماتيك تاني درجات لسه فيه. واتمنى بقى كده مشاهده طيبه ودعمنا بقى بالاشتراك في القناه واللايك بامر الله. السلام عليكم.